الشخص اللي قال فيه مثلا، يعني قال اني انا متسرع مثلا وانا فعلا يعني متسرع، دخلت بدون ما تشوف هذا الفلتر. لا عشان بس انا اوصل، هل انا فاهم صح؟ هل انا فاهم صح ولا وقمت تبرر؟ يلا ابراهيم النقيب. لا امزح معك يا حياتي. هل اذا مثلا ابراهيم النقيب قال لي عبد الله انت يعني متسرع جدا، عدي على الفلتر. يعني هل هذا ليس بالضروره اني انا اكون متسرع؟ هذا خلي عندي كبر، انا ما اقبل نقد. تفضل، انا اسال عشان تسرحوا لي. ايش دعوه؟ لا عشان انت كنت متواصل. انا اللي عندي الاربيز، اقول تسمح لي انا اجيب. شو اللي صار عنده الاربيز؟ خلاص اسف، ترى اللي عنده الاربيز هو ارطان، اورط واحد في الجلسه اللي عنده يتوقع الاربيز. قضيه انه لا تجعل اراء الاخرين فيك واقع بالنسبه لك. يبدو لي فهمت من الكلمه الاراء اللي تنعكس سلبا على حياتك. فمثلا لو عبد الله حبيب شخص متالق في مجال ما، فجاء واحد نفخ عبد الله نفخه مثل يقولون يعني قص ظهره، يعني اعطاه شيء اكبر من حجمه وعاش الواقع هذا عبد الله، وهم بيكون وهم. نعم بيكون وهم، وبالتالي حياتك كلها راح تكون بهذه الطريقه. لا انت تشعر انك انت الواو في الحياه كلها. النقطه الثانيه، لو اعطاك جانب سلبي زي ما قال لك وليد قبل شوي، حط فلتر. انت تقول قال لي متسرع وانا فعلا متسرع، ليس القصد انه والله يعني ما تاخذ بهذه الفكره انك فعلا انك متسرع، لكن لا تجعل هذه الكلمه تسيطر على حياتك انك متسرع. تقدر تطلع من 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 هذه الكلمه، تقدر تعدل. ولذلك احيانا كثير من الكلمات فعلا هي التي تسيرنا. صحيح. اذا نبغى نفكر خارج الصندوق، نفكر في كلام الناس احيانا وش بيقولوا، في رده فعل، في كذا. احيانا اذا تبغى تقدم على خطوه معينه وانت واقف مكانك خايف برضو من راي فلان ولا راي فلان ولا راي فلان. كل شخص هنا عنده ناس، خلينا نقول مستشارين في حياته، يعني يؤمن برايهم، يثق في كلامهم، ويثق انهم ايضا يريدون الخير له. فاذا يعني استشرت واستخرت، اقدم ولا تتردد. لا تجعل كلام الناس يخليك متوقف في مكانك ولا تتقدم.